خلال النصف الثاني من شهر أغسطس. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من الأنشطة والفعاليات والاجتماعات، حيث استقبل سيادته وفدا رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الأمريكي، وتناول الاجتماع التأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية المكثفة والمخلصة لنزع فتيل الأزمة ووقف الحرب في قطاع غزة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله، حيث اطلع سيادته على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة. كما استقبل سيادته رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي قام بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى. تضمن اللقاء الإعراب عن الارتياح للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين، التي تستند إلى رصيد تاريخي كبير من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين. واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة. وقد ركز اللقاء على التطورات الجارية في الشرق الأوسط، حيث أكد السيد الرئيس أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة بهدف وقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فعالية منظومة التقاضي وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم، لا سيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي. كما شهد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وقد تناول الاجتماع سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل. منح السيد الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. كما شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للسيد المستشار عبد الرزاق محمود شعيب رئيسا لهيئة قضايا الدولة. واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتميز والتاريخي بين مصر والأمم المتحدة، حيث تم استعراض الدور المصري في مختلف محاور التعاون متعدد الأطراف، وخاصة الأمن والسلم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة. وقد شهد اللقاء التجديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتناول الاجتماع خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره، وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية وتعزيز عملية بناء الإنسان.
واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ستيفان سيجورني وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له لبحث مدى تطور العلاقات بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الاتصالات الهاتفية من قادة وزعماء العالم، حيث تلقى اتصالا من المستشار الألماني أولف شولز تم خلاله تأكيد تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغاري رامن رادف، تناولا مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، حيث أكد الرئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة. كما تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولا خلالهما الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي والتوصل لوقف إطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بقطاع غزة.